الله بركة الله وتوفيق جميع انطلاقاتنا موفقة بعون من الله وتوفيقه. ينطلق في هذه اللحظات الشوط 19 في المجموع للأبكار. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين ولجميع الحاضرين في هذا الصباح الجميل. نبحر مع الصدارة، نبحر مع المركز الأول مع النشمية للدكتور سعيد بن محمد بالشرقي العامري. أبو محمد يقدم لنا النشمية بالمركز الأول. النغلة مع ثاني الأسماء مع حضور حاضرة في ثاني الأسماء لسعيد بن محمد مقافان بن مسلم القابري واصل مع حضور حاضر في ثاني الأسماء، بينما ثالث الأسماء غادمة هملولة للصغير بن محمد بن سهيل العامري. يقدم لنا هملولة في ثالث الأسماء، ورابع الأسماء القدوم من النايفة لمبارك بن سهيل بالحطم العامري في ثالث الأسماء، عفوا في رابع الأسماء. بينما دور المركز الخامس وصلت شواهين لأحمد بن كدوس بن سالم السعدي، وصلت السعدي وحاضر مع شواهين في خامس الأسماء، وسادس الأسماء هوايل مبارك بن سهيل بن محمد بن سلمي العامري، وسادس الأسماء. شوف اللي وصلت من الزاوية الثانية، شوف التسلل الملموس، تابع هذا الرقم، شوف الوصول من الرقم 20 على ما أعتقد. غادمة الساعية لحمد بن عبيد بن حاذا الكتبي على ما اعتقد من ذي الرقم 20. بينما سابع الاسماء، شوف الوصول من هوايل، شوف الوصول من هذه الاسماء الجميلة والغادمة، ما شاء الله. واصل شواهين مع السعد بن كردوس والغادمة هملولة، الصغير بن محمد بن سهيل العامري حاضر وقادم يقدمها في ثامن في ثامن المراكز وتاسع المراكز النشمية مع الدكتور عفوا مع تاسع الأسماء الرقم 23 الضبي غادمة طموح لسليم بن عبيد بن سلطان الدرعي. نختم لدينا مع عاشر الأسماء أسرار سعيد بن سالم بن صقر الجحافي، ولكن العودة مع الصدارة، العودة مع المركز الأول. الله 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 الله، هي الصدارة الأولى، هي المركز الأول. لا زالت البداية، لا زالت حضور، غيرت مع الكيلومتر الأخير حضور يقدمها سعيد بن محمد بن قفان بن مسلم الجابري، يحضر مع حضور، يحضر مع حضور بالمركز الأول وبدون أوامر ولا تعليمات، تندفع على الصدارة، تندفع على المركز الأول، تباعد 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 بينها وبين الأسماء. ودير بالك يا مالك حضور يا بن قفان، الشعارات قادمة، غادمة هملولة، الصغير بن محمد بن سهيل العامري غادم بن محمد. وشوف اللي وصلت الساعية، بسم الله ما شاء الله يا حضور، غطت على كل الحضور. سعيد بن محمد بن قفون الجابري، والله يا الجابري بدأ يتحرك مع حضور، بدأ يحرك حضور وتباعد، والساعية قادمة حمد بن عبيد بن محمد بن حاذا الكتبي. الله يا بن حاذا قادم، ولكن حضور 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 حضور، تحضر حضور الأقوياء لسعيد بن محمد بقافام المسلم الجابري. اسعدت صباحا بهذا الفوز، بهذا الناموس لمالك حضور سعيد بن محمد بقافام الجابري. مشكور يا ابو محمد اسم الجمهور، ما قدمت حضور تهانينا. والناموس المركز الثاني، السعي لحمد بن عبيد بن حاضر الكتبي، وثالث الاسماء حملوا للصغير بن محمد بن سهيل العامري، ورابع الاسماء 14 صوغه لعمر بن خميس بن فرج بن حريز، وخامس الاسماء رقم 6 غايه لاحمد بن عبد الله الشطيط الوهي. بهكذا هي النتيجه والتوقيت 4:42 ثانيه. تهانينا والناموس لمالك حضور سعيد بن محمد بن غفان الجابري.